أهلا وسهلا بكم في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز مكاتبة الصحف العراقية والعربية والدولية، ولكن قبل ذلك دعونا نأخذكم في جولة وأهم العناوين. في المدى محافظو نينوى، تكاليف إعادة الإعمار تفوق موازنتنا 30 مرة. في الزمان، العراق على موعد مع موجة حرارة هي الأشد في تاريخه. في عرب 21، استنكار فلسطيني لمحاولات تغيير هوية مخيم اليرموك. في القدس العربي، وزير الخارجية الألماني ينتقد التدخل المصري في ليبيا. في الشرق الأوسط، كبيرة باحثي إكسفورد تشير إلى احتمال طرح اللقاح هذا العام. في العربة اللندنية، سلاح الميليشيات يثبت سطوته في العراق من خلال موجة الاختطاف والاغتيال. في ألترا عراق، غضب بعد دعوات تجريف الطرمية واستذكار لانتفاضة تشرين لمواجهة الطائفية. الآن للمقالات، والبداية من صحيفة القدس العربي، وكتبت هيفاء زنجنا مقالا جاء في مطلعه: لعل واحدا من إنجازات حكومة الاحتلال منذ غزو واحتلال العراق في 2003 هو منح عديد من المفاهيم والمصطلحات والأمثال المتعارف عليها معان جديدة تتماشى مع مصالح الفئة المختارة لدحرجة البلد من حضيض إلى آخر. فمن التحرير إلى الديمقراطية، ومن النزاهة والشفافية إلى القضاء على الفساد والفاسدين، يتنقلون بتكرار مبتذل واستهانة منهجية بعقول الناس. فاستمرار الساسة أو استمراء الساسة في اتهام بعضهم البعض بالفساد مثلا أفرغ الفساد من معناه وجعله عملة رائجة لاتهام وتسقيط الآخر والإعلان عن نظافة ونزاهة صاحب الاتهام. مقال لهيفاء زنجنا في صحيفة القدس العربي حول الفساد الحكومي في العراق. ولأننا في فصل الصيف والعراق مشهور بلهيب حرارته، فإن الاستوديوهات معبأة بالمتحدثين عما يسمونه أزمة الكهرباء وكيفية حلها عن طريق القضاء على الفساد، وهم أنفسهم سبب الفساد، وهي معالجة لا تهدف إلى إيجاد حل ولو جزئي، بل إلى تحويل مأساة البلد إلى مفردات مجردة لا تعني شيئاً مهما كانت حقيقتها. لم يعد هناك من يتحدث عن معنى انقطاع الكهرباء لساعات وساعات يومياً ودفع المبالغ الكبيرة للحصول على التيار الكهربائي من أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة. الفاسدون المسؤولون عن انقطاع الكهرباء لا يتحدثون عن المرضى الذين يموتون في المستشفيات أو المعامل المتوقفة عن العمل، أو طلاب أو تلاميذ في المدارس، أو حالات الكآبة أو حتى الجنون الذي يمكن أن يصاب به الإنسان وهو يعيش تحت درجة حرارة تزيد على نصف درجة الغليان. إنهم لا يتحدثون عن نزول العباد إلى الشارع مطالبين بحقهم في وطن يتوفر فيه كما بقية بلدان العالم الأقل ثراء وإمكانيات بالكهرباء، متنسين حقيقة أن أكثر القرى بعداً في العراق كانت مزودة بالكهرباء، فكيف بالعاصمة بغداد؟ ما يتحدثون عنه على مدار الساعة هو الوعود البراقة وتشكيل اللجان والشفافية والنزاهة، وهم يعرفون جيداً أنها علكة يلوكونها لطمس روائح الفساد الكريهة. تضيف الكاتبة هيفاء زنجنا: وإذا كان تكرار شعار القضاء على الفساد بعد 17 عاماً من تنميته وتجذيره في كل مؤسسات البلد ومن كبير مسؤوليها إلى صغيرهم قد يوحي بأنه أسطوانة مشروخة، إلا أن الفاسدين والحق يقال يدهشوننا يومياً بإبداعاتهم في هذا المجال، حيث نجحوا في استثمار الأسطوانة المشروخة المراد منها التكرار الممل إلى مجالس نقاش لا تنتهي في استوديوهات ما أكثرها تتناوب على استضافتهم على مدى 24 ساعة في اليوم، كلها بلا استثناء تدعي أنها تعمل من أجل مصلحة المواطن وكيفية توفير الأفضل للمواطنين من الخدمات الأساسية إلى الأمن وحقوق الإنسان وأحسن الأجواء لأداء الشعائر الدينية.
إلى مقال منشور في العرب اللندنية، سلاح الميليشيات يثبت، أو لكم أن تقرؤوها، يثبت سطوته في العراق من خلال موجة الاختطاف والاغتيال. تقرير يرصد الانفلات الأمنية في العراق وأسبابه ونشرته صحيفة العرب اللندنية، حيث تبحث السلطات الأمنية العراقية عن ناشطة ألمانية اختطفت في بغداد ليلة الاثنين الثلاثاء في قضية جديدة تسلط الضوء على التحديات الأمنية التي لا تزال مطروحة بقوة في العراق الذي لم ينجح رغم الجهود الكبيرة والتضحيات التي بذلها بشريا وماديا، لم ينجح باستعادة توازنه واستقراره بشكل كامل، الأمر الذي يؤثر على أوضاعه الداخلية وسمعته في الخارج. يعاني العراق منذ سنة 2003 فوضى سلاح عارمة أثرت على مستوى الأمن والاستقرار في البلد بسبب وجود ميليشيات مسلحة تجمع أغلبها علاقات وثيقة بالأحزاب الحاكمة. ورغم تردد فكرة ضبط فوضى السلاح في الخطاب السياسي العراقي، إلا أن تطبيقها على أرض الواقع بدا في الكثير من المنعطفات والأحداث أمراً بالغ الصعوبة. ويستخدم سلاح الميليشيات في العراق كأداة للضغط السياسي وتصفية الحسابات، ليس فقط داخلياً بل خارجياً أيضاً، حيث أن عمليات تنفذها تلك الميليشيات ضد سفارة الولايات المتحدة في العراق وأيضاً ضد بعض المواقع التي تضم جنوداً أمريكيين تحسب لفائدة إيران في صراع النفوذ الذي تخوضه ضد الولايات المتحدة في العراق. ويبدو لمتابعين للشأن العراقي أن عملية الاختطاف والاغتيال تستهدف مباشرة حكومة الكاظمي بسبب ما تبديه من رغبة في بناء علاقات متوازنة للعراق بدول الإقليم والعالم، ما يعني في أحد وجوهه بناء علاقة ندية مع إيران، وهو ما لا ترغب فيه الميليشيات التابعة لها وتعمل على عرقلته. جاء في تقرير العرب اللندنية أيضاً، وكان اغتيال هشام الهاشم المتخصص مؤخراً في بغداد على يد مجموعة مسلحة قد اعتبر بمثابة رسالة تهديد لرئيس الوزراء، وهو الأمر الذي قد ينطبق أيضاً على اختطاف المواطنة الألمانية من زاوية أنه رسالة إلى الدول المتعاونة مع الحكومة العراقية بأن الأخيرة غير قادرة على ضبط الأوضاع في البلاد. الآن إلى مقال آخر وجاء في مطلعه، وهو المنشور في صحيفة المدى. مرة أخرى الإنجاز الأبرز لسياسيي الصدفة أنهم نجحوا في تلويث الضمير الإنساني، بحيث صار هناك من يطرب ويشمت لخطف سيدة ذنبها الوحيد أنها أحبت العراق وساندت تظاهرات شباب الاحتجاجات، بل إن البعض شعر بالنشوة لأن الألمانية هيلا مويس التي يطلق عليها أو يطلق عليها أصحابها في بغداد اسم هيلا تحبباً، لأن هذه المرأة الجريئة تتجول كل يوم بدراجتها. نقل للكاتب علي حسين، نتابع. لعل ما جرى في هذه الجريمة الخسيسة يؤكد أن أشياء كثيرة لم تتغير، وأن هناك من لا يريد لهذه البلاد أن تستقر، بدليل تكرار جرائم الخطف والاغتيال، وهو تكرار لجريمة اختطاف الإعلامي مازن لطيف، مثله مثل جريمة تغييب الكاتب توفيق التميمي، وهي جرائم لا تختلف عن إطلاق الرصاص على المتظاهرين الشباب وقتل العديد من الناشطين. فالذي حدث أن إنساناً يفقد حريته لأن البعض لا يرتاح له ويزعجه منظره وهو يتجول بحرية وعفوية في الوقت الذي يغيب فيه القانون وتصبح الأجهزة الأمنية مثل خيال المآتة. إذا عرفنا أن السيدة الألمانية تم اختطافها بالقرب من مركز شرطة، والآن سأعيد طرح سؤال مهم ونحن نتابع صمت الحكومة ومعها القضاء أمام جرائم الاختطاف. هل يعرف العراقيون اسم المدعي العام العراقي؟ هذا إذا كانوا سيصدقون أن هناك منصباً قضائياً اسمه الإدعاء العام. يتابع علي حسين إن مشهد خطف سيدة تقدم خدمات ثقافية واجتماعية للشباب وتحاول أن توصل صوتهم إلى العالم، يقول إن أشياء كثيرة لم تتغير وإن هناك من لا يريد أن نمضي نحو مستقبل آمن، والدليل جرائم الاغتيال أو الخطف التي دائما تسجل ضد مجهول، وهي تكرار لجرائم كثيرة ارتكبت وسترتكب في المستقبل وإن اختلفت التفاصيل والوجوه. فالذي حدث أن جماعة قررت أن تصبح فوق الدولة والقانون بمنتهى البساطة.
الآن إلى ألترا عراق. أكثر من 700 شهيد وما يزيد عن 30,000 جريح ومعاق، وأغلى ثمن وأقصى ضريبة يدفعها الشعب لمجرد أنه رفع شعار نريد وطن. ذلك الوطن الذي نحبه بالرغم من كل شيء وندفع بالغالي والنفيس لإرضائه. ذلك الوطن الذي نزل من أجله الفتية إلى ساحة التحرير لإرجاعه. نزلوا عراة يلتحفون العلم العراقي في علاقة حب قل نظيرها بين عاشق ومعشوق. نازل أخذ حقي شعارهم الذي صدحت به حناجرهم، وهم يواجهون أعتى وأشرس عدو تحكمه القناصة والكواتم. إنها الثورة التي بشرت بولادة عراق جديد يعيش أبناؤه بكرامة وحرية دون خوف من كاتم صوت يغتال الكلمة أو طعنة سكين في ظلام دامس. لكن الحلم لم يستمر، واستيقظنا مفزوعين لا ندري إن كان حلما كابوسا أو أضغاث أحلام. مقال للكاتب سمير داود حنوش في موقع ألترا عراق، نتابع. نتذكر سوى جماجم الشهداء وهي تتناثر أشلاء على أرصفة الشوارع بفعل الدخانيات القاتلة، وعادت خيم المتظاهرين إلى صمتها ووحشتها بعد أن احتضنتهم في ليالي شتاء باردة وممطرة. وأين ذهب أصحاب التوك توك الذين كنا نغني لهم أبو التوك توك علم؟ وهل عادوا هائمين في شوارع بغداد؟ وأين أصبح ذلك الطفل الذي كان تدمع عيناه وهو يسمع نشيد الوطني موطني موطني؟ وهل ما زال يتذكر تلك اللحظات؟ وغادرت ساحة التحرير إلى بيتها تلك العجوز التي كانت تطوف على جرف نهر دجلة وهي تجمع نبات الخباز لتطبخه غداء للمتظاهرين، خاوية تنتظر من يتصدق عليها. أما المطعم التركي جبل أحد فقد انطفأت أنواره وعاد مهملاً ومكاناً لتجميع النفايات. ومن منكم يتذكر لوحات نفق التحرير التي ابتدعتها أنامل الثوار؟ لم يبقى من الثورة غير الذكريات وصور الشهداء، وهي شاخصة تنظر في وجوهنا وتسأل ماذا جنت دماؤنا؟ وأين أصبحت التضحيات؟ وأين أصبحت تضحياتنا؟ وليت هؤلاء الشهداء ينهضون من قبورهم ليروا كيف عادت نفس الوجوه المقززة، وعادوا كما كانوا وظلوا لصوصاً وسراقاً وقتلة. لم يتغير شيء، وظلت الطائفية والمحاصصة والفساد واللصوصية سيدة الموقف، بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك عندما امتدت أيديهم إلى المستنقعات والمياه الآسنة لتستخرج لنا قاذورات وأوساخ يتم تلميعها وتنظيفها وعرضها في واجهات زجاجية للعرض كوجوه منقذة. استيقظوا أيها الشهداء، يا شهداء تشرين، لتروا أن ثورتكم لم يتبقى منها سوى صوركم وهي تسأل بأي ذنب قتلنا. يتابع سمير داود، يقولون بأن الثورة قادمة وبكل قوة لا محالة. قلنا لهم إذا كان تغيير وجه واحد من آل فرعون قد كلفنا آلاف الشهداء والجرحى، فكيف ستكون القرابين عندما يريد الشعب تغيير جميع وجوه هذه الطبقة السياسية الفاسدة؟ حتى لا نتلاعب بأرواح الناس، عنوان مقال نشرته صحيفة زان للكاتب صادق رحم جبر، وجاء فيها: اتخذت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية عدة قرارات لتخفيف الإجراءات المفروضة لمواجهة وباء كورونا فيروس في بلادنا. ويبدو أن القرارات كانت استجابة لطلب أصحاب المولات وليس بدافع وجود تحسن ملموس في الوضع الوبائي. اليوم اللجنة العليا للصحة والسلامة أعلنت تخفيف الإجراءات، ولا نعرف ماذا تحقق للجنة من تقدم حتى تقفز إلى هذه الخطوة السابقة لأوانها وموعدها. فضلاً عن هذا، هناك تضارب وتخبط في القرارات، فهي تدعو في التوصيات إلى منع التجمعات وتطالب الإعلام بالترويج للتباعد الاجتماعي، في الوقت نفسه تعلن عن فتح المولات. أليس المولات إحدى أماكن التجمهر والتجمع؟ فإذا كانت كذلك فإن اللجنة خالفت تعليماتها بنفسها، وإذا لم تكن مكاناً للتجمع فلماذا تم شمولها بالإغلاق؟ تخفيف الإجراءات مع حلول مناسبة مهمة وهي عيد الأضحى سيضع اللجنة أمام مجازفة خطيرة،
ونشك أنها سوف تمر دون انتكاسة جديدة. لهذا دراسة الأمر جيداً وعدم الاعتماد في اتخاذ التدابير على أصحاب الأسواق، فما عساهم يفعلون إن شهدت المولات زخماً مدفوعاً برغبة الناس بالخروج بعد أشهر من الحجر أو الانعزال الإجباري. حتى أدوات التعقيم في باب الأسواق تصبح مشكلة إن وجدت لكثرة من يلمسها. أرجو أن تكون اللجنة واقعية في طروحاتها ودراستها للواقع الصحي العراقي الصعب. يختم صادق رحم مقاله بقوله: إن قرار اللجنة سابق لأوانه، يجب أن لا نتلاعب في الحفاظ على الصحة العامة والمخاطرة بأرواح الناس. هذه ليست سفرة سياحية يذهب من يذهب ويبقى من يريد. أتمنى أن تلتزم اللجنة بتقييم الوضع بعد عطلة العيد ثم تقرر فيما بعد. لن نستطيع تحمل أخطاء وقرارات غير مدروسة. تناولت مجلة فورين بوليسي الأمريكية في تقرير لها مشروع رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني القاضي بضم الأغوار وأجزاء من الضفة الغربية إلى دولة الاحتلال. يجب على بايدن على الأقل أن يعكس الأضرار التي تسبب بها ترامب ويتبنى سياسة تلغي الاعتراف بضم إسرائيل للجولان ويعيد السفارة الأمريكية إلى تل أبيب. وبدون فعل هذا فإن بايدن سيكون اعترف بسيادة إسرائيل على أراضٍ احتلتها عن طريق الحرب. وإن كان بايدن ملتزماً بحل الدولتين كما يدعي، فإن بإمكان إدارته أن تعترف بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين المستقبلية. ويجب على إدارة بايدن ألا تتبنى تعديلات فان هولن فقط لضمان أن المساعدات الأمريكية لا تستخدم لعملية الضم، ولكن للذهاب خطوة أبعد بتبني قرار المجلس رقم 2407 الذي مر عليه عام بخصوص منع استخدام الأموال الأمريكية من الجيش الإسرائيلي لاعتقال الأطفال الفلسطينيين. ولا يفرض القرار في الواقع تجميد أي مساعدات، ولكن إعادة توجيهها كي لا يستخدم أي منها في سجن الأطفال. وهذا سيرسل برسالة واضحة أن الديمقراطيين ليسوا فقط مهتمين بحل سلمي في وقت ما في المستقبل، ولكنه ملتزم بإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان أيضاً. ومع أنه لا يبدو أن ذلك سيحصل، لكن إن أراد الديمقراطيون أن يعارضوا بصدق عملية الضم، يجب أن يصدق فعلهم قولهم. وإن لم يستغلوا الفرصة، فإن إسرائيل ستعود ببساطة إلى كونها قضية الحزبين، ولكن في ظل الضم لن يكون الحزبان يساعدان محتلاً فقط، بل يساعدان دولة أبارتييد. وجاء في نهاية تقرير فورين بوليسي: استمرت سياسة هدم بيوت الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم وتمييز الممنهج ضدهم بلا هوادة، ولكن السياسيين الأمريكيين سارعوا ولا يزالون للرد على تهديد الضم. هناك فرق واضح بين الديمقراطيين الذين يعارضون في غالبيتهم مشروع الضم والجمهوريين الذين يؤيدون في غالبيتهم هذا المشروع. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات. لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. الآن إلى هذا الخبر المنوع الذي اخترناه لكم وجاء في مطلعه تساؤل: هل تحصل المنتجات الجديدة التي تطرح في الأسواق على ضجة مثلما حدث مع المركبة ذات العجلتين الكهربائية الذاتية التوازن المعروفة باسم سيغواي، وهي مركبة تستخدم في الانتقال داخل المدن كالدراجة، ولكنها من دون مقعد يجلس عليه الراكب؟ ويبدو شكل مركبة سيغواي مثل آلة قطع حشائش الحدائق، تعمل بمحركات كهربائية صغيرة لنقل راكب واحد وهو واقف بسرعة 18 كيلومترا في الساعة، ويمكن أن يكفي شحن بطاريتها لقطع مسافة نحو 50 كيلومترا،
وزعم مخترعها أنها ستقضي على السيارات مثلما قضت السيارات على العربات التي تجرها الجياد. وكان دين كامن مخترع الناقل الشخصي سيغواي قد تنبأ بأن هذه المركبة ستحدث ثورة في وسائل المواصلات وتعيد تشكيل مدن الغد. ومع ذلك بدا أن سيغواي في العقدين الماضيين تسير في طريقها للسقوط والانهيار، فقد قررت شركة ناينبوت الصينية التي تصنع هذه المركبة حاليا التوقف عن إنتاجها، مما ينذر بنهاية عصر من تاريخ المواصلات. وقالت جوديكاي رئيسة الشركة الصينية: اتخذنا القرار الصعب بوقف إنتاج سيغواي. نشاهد الآن وإياكم الكاريكاتير. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في حلقة هذا اليوم من برنامجكم اليومي صدى الأقلام. نلتقيكم لاحقا، وأنتم تتمتعون دائما إن شاء الله بموفور الصحة وتمام العافية. إلى اللقاء.